جاي جاي نزول وين نضم الدور جاي واحد واحد شوي سرعه خلوا للناس يديكم ربي يديكم الله لباس هذه صعبة خلاها هاي على جاي انت كان في غير بالله اللي يصور وشه غادي شويه خلينا نطوم اطلعوا لنا جاي رشيد اللي يصور انا رشيد اللي يصور هذا هم حاجتي بيه شوي اطلع قبل برك عاديه مضروب عاديه وش انا لو بنوصل في الغرب انا وين انا ميولك رشيد وينك انت على تفرج كانك 7 ايام في البحر سبع ايام في البحر انت ولا دول ولا ولا سبع ايام في البحر سبع ايام داخل في البحر وهذا التونسيان يساعدوني اليوم والله كم واحد زين ولا اثنين زين واحد 92 92 الواحد ب 900 دينار يعني إذا فات 1600 دولار 1300 دينار 1300 يعني بالدولار يعني 1000 دولار 1000 دولار نعم 1000 دولار دفعت 1000 دولار من زواره خرجتوا هاي من زواره والله أنا مش متأكد عن مين جينا اليوم من طرابلس جوا جينا برا بسيارة مقفولة مسكرة وعندك مرقنا دوالي سيارة مقفولة؟ أي بسيارة مقفولة سيارة مقفولة جابنا بالليل 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 كل عادة البحاري جاهد البحاري يفلح والبحاري يجيب في الحراقة والبحار في غياب في ركود تام للسلطة النجدة البحرية اللي طالبنا بتغييرها من اللي توفى عمار الأبيض الكو مسار حتى طالع فيها ولليوم البحارة تشوف بالنسطول متاعها زوز ثلاثة من الناس غطسوا لي البحر ثلاثة ونص وأنا نطلب في النجدة تكلمت عنه حرس كتف تكلمت عنه برج مراقبة تكلمت عنه والحرس متاع فنار تقرماس تكلمت عنه ديدون لحياة المتينات وبعت لي قطعوا الاتصالات هل يجي بالك اليوم مسؤول في هني في الحكومة كايدة حار رمضان في المقابل خمسة ولا ستة بحارة حتى شقة خبزة مكلواش وما يطلعوا في العباد هل البالك اليوم في مستوى مسؤولين باش يحيطوا بحارتهم باش يجدوهم إلا الله لقدر صارت معي كاري ولا فكولي فلوكتي ولا ضربولي بحريتي ولا جبدوا علي سلاح جايين من ليبيا وتصورهم وكلهم 80% مسرحين وين السلطات؟ السلطات شنو اللي تخلص الفلوس على حساب الشعب المزمر هذا؟ أنا سلطات طلبنا بالتغيير من اللي مات عمار الأبيض وقلنا الحرس البحري الموجود في ميناء زرزيز أراه غير كفة باش يدور ميناء زرزيز لا 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 إجابة بالموجود تو ما عادش نجموا نتواصلوا معاهم وبصراحة كما يتم التدخل في القريب العاجل أراه بتمشي الأمور اللي ما يحمد عقبال خاطر هذوما ناس ما همش أهل ثقة باش نتعاملوا إحنا معاهم صلحنا لهم برج المراقبة صلحنا لهم المركز صلحنا لهم تصور أنت في بالك كرهبهم صلحوا لهم فاس كادراتهم صلحوا لهم فاس في المقابل مسلمين في بحارة اليوم معي غدوة مع غيري وعشرين ألف كافي كات صير لنا قدادي وهم في ركود تام يجي قدام البرص بسبعة دراج ويجيب لك النجدة جايب لي يعني جايب كنترا جايب الدروك جايب ناس ميتة يعني غطسوني ثلاثة أربع من الناس وينك يا حارس البحري وينك الناس تحصوا في الفلوس وين الثورة اللي قامت في البلاد على خاطر ناس مزمرة هذي وين شن جنين احنا عملي بطيش في البحر شن ذنبي يعني بحار مزمر معي سبعة من الناس ذنبي باش يرضى عليا هو مشات برج المراقبة الفوق يخلص الفلوس تخلص فيه الدولة في الفلوس باش يقدم خدمات للشعب المزمر هذا وينهم وكلهم يضربوا في الفلوس بالبطل هكاك حرام ما فما حتى انسان كفه في ميناء زرزيز ولا في الحرس البحري في الجمهورية التونسية قايم بالواجب نتاعه حشا الجيش البحري وللأسف لليوم ما قامش بالواجب فما أرواح راني نحملهم مسؤوليتهم قدام ربي أنا جبت اللي تحمل لي طاقتي بيه وعملت اللي امكاني باش نعمل سلمت في عمري قصيت على فطوري ومعايا ناس يعلم ربي بحالي وزيد زياده غطسوا لي ناس تحروا ماتوا منهم ناس وفما ناس جابوا فوق الفلوك جيني للبر تلقاهم هم صابقين يوسعوا في العباد وتكتب الصحافه عليهم اللي هم انقذوا العباد اما حتى يلقوا شكون ينقذهم